السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ موضوع الفور وورد، طبعا موضوع جدا مهم وفقط احتاج لك انه تنتبه. اول شيء هنا يعني اللي راح يكون بشكل امامي، اللي اريده من عندك تعرفه قبل ما نبلش، انه عندك ال H. شنو ال H؟ شلون اجد ال H؟ ال H هو عبارة عن فرق بين النقطتين. مثلا عندي ال X 1 3 5، اوكي، فهو الفرق بيناتهم. يعني هسه هذا شلون الفرق بين 3 ناقص 1 2، او تجي تاخذ هذا 5 ناقص 3 هم 2، فيعني هي الفرق بين اي نقطتين. تمام، هاي ال H. هنا لازم تحفظ لي انه معادلة ال F نوت تطلع منا، ال F1 منا، ال F2 منا، هاي تحفظيها حفظ. اوكي زين، ننتقل. هذا القانون العام للموضوع ايضا لازم يتم حفظه. هذا هنا يمثل ال F نوت، هذا يمثل شنو؟ هذا يمثل ال A نوت. تمام، هاي اللي هنا يمثل ال A نوت، وهذا شنو؟ يمثل ال A2. اوكي شوفوا هياته، هاي تحفظوا لي اياهن. اوكي فانت احفظ لي هذا كاملة. زين، هسه راح يجيك مثال مثل هذا، يقول لك انا اعطيتك فت معلومات معينة واريد تطبق للفورورد، وقال لك انه هري انطاك ال X2 هنا 2. تمام، اجي هذا المثال مالتي وهاي طريقة الحل. طبعا هاي الارقام راح اعطيك اياهن. تمام، هذني انا جبتن هناي حتى انه تسهل علينا ولا نرجعك بس سلايد. اوكي فهنا بما بالفورورد، اول شغله شو تسوي حتى انه تسوي الجدول؟ سوي جدول، انه الجدول راح يكون بهذه المعلومات. اوكي، الاي هنا راح تقول 0 1 2 بالفورورد، 0 1 2 0 1 2. هنا الداتا اللي منطقية، هنا هاي قيمة الاكسات اللي هي هذه. تمام، هاي الفوق، والاف اكس هي هاي القيمة اللي منطقية. فهسه نشوف بالصفر، ليش؟ لانه هذا يمثل صفر، اكس هنا صفر، هنا 1 هنا 2. تمام، فنشوف بالصفر قيمة 1 منزل لي اياها هياتها، ومنزل لي هاي الاثنين. تمام، اللي بصفها، وبعدين بالواحد منزل لي 3 و4، وبالاثنين شو منزل لي؟ 5 و8. هاي اللي هنا هو منطق اياها بالسؤال. اوكي، هاي الاثنين شنو؟ هاي قيمة الاكس اللي نريد نشتغل عليها. من وين اجتي؟ راح ارجع هاي القيمة اللي منطق اياها، هاي القيمة اللي منطق اياها هي تطيح. فهاي انا ليش خليت هنا؟ معناها قيمة الاكس الجديدة. تمام، او الاكس اللي هو رايد عندها الشغل. اوكي، هاي اتمنى انه لا تخربطون بيها. هاي احنا اول شي كتبنا المعلومات، بعدنا كل شي ما مسوين، بعدنا كل شيء ما مسوين. هسه راح يبلش شغلنا. نحذف الفوق، نحذف الفوق كذني. تمام، ف هسه حتى نحل، وحتى نعرف نحل، هنا راح نجد، ايش راح نجد؟ راح نجد ال XITR، وراح نجدها. هذني شلون راح نجدهن؟ تعالي على هذا، هذا شلون راح اجده؟ هذا اول شغله اسويها لازم احدد شيء اسمه اكس نوت، او مثلا القيمه الابتدائيه. اوكي، بالفورورد القيمه الابتدائيه هي اول قيمه هنا، عسى ما قد ما كانت. هاي القيمه الثابته اللي راح تكون بالفورورد، راح تكون اول وحده اللي هنا. تمام، فتجي حتى تجي هاي ال XITR، حتى تجده تقول قيمة هذه ناقص القيمة شنو القيمة هاي اللي ثبتناها. شوف هاي ايش قد ما كانت، تقول مثلا هنا لو 3 تقول 3، هنا 2 2. تمام، فهسه اجي اقول 1 ناقص قد 1 3 ناقص 1 5 ناقص 1 2 ناقص 1.
واحد ناقص واحد صفر، ثلاثة ناقص واحد اثنين، خمسة ناقص واحد أربعة، اثنين ناقص واحد واحد. هسه افتهمنا انه هذا الجدول مالتي شلون طلع، عرفنا هاي الجدول شلون طلع بكل سهولة. اجي على هذا الجدول تمام، ونقص منه القيمة الأولى اللي هنا تمام، ثابتة على كل هن. اوكي، هاي بالنسبة للخطوة الأولى. حلو، هاي خلصنا من عنده. زين، هسه هو المشكلة مو هنا، المشكلة وين؟ المشكلة هنا. هاي شلون تجدها؟ حتى تجد هاي القيمة ايش راح نحتاج؟ راح تحتاج هاي المعادلات تمام، راح تحتاج هاي المعادلات كلش راح تحتاجها. زين محمد شلون؟ فهمني. انا اقول لك تجي راح تلقي لي قيمة اي زيرو اي ون اي تو. زين محمد انا هاي شلون القيهن؟ قلت لك ترجع للقانون العام. القانون العام الجزء الاول هو اي نوت، الجزء الثاني اللي هي معامل الاكس هو اي ون، ومعامل اكس تو هو اكس اثنين هو اي تو تمام. زين شلون اجدهن؟ باوع باوع، بكل بساطة باوع لي الاف نوت هي هو نفسه اي نوت. زين هنا الاي نوت شقد؟ هي اثنين. زين ليش اثنين؟ باوع هاي شنو نوت، شنو القيمة مالته؟ هو اثنين. افتهمت؟ يعني كأنما هاي مو احنا قلنا اف نوت، هاي الاف نوت هاي تمثل اف نوت، هاي شنو تمثل اف ون، هاي تمثل اف تو تمام. هاي الارقام هاي تصير هنا تمام. فالاف نوت هي اثنين اوكي، فصار انه هسه الاي تو لقينا الاي قصدي اي زيرو وجدناها اللي هي اثنين اوكي. زين اجي اطبق على هذا، احتاجت قيمة شنو؟ الاي ون. فاجي اقول باوعني، فاجي اقول هاي المعادلة الموجودة بالقانون هاي لازم تحافظها. فتجي واحد على اثنين اتش، ها راح تجي تحتاج الاتش. الاتش راح تاخذ قيمة بكيفك، تاخذ هذا وهذا، تاخذ هذين الاثنين وتاخذ هذين الاثنين، انت بكيفك تمام. كل نقطة اللي وراها، بس شنو لازم الأكبر ناقص الأصغر. فراح تقول ثلاثة ناقص واحد قيمة ال h، ثلاثة ناقص واحد فراح تقول اثنين، هاي قيمة ال h لقيناها تمام. فراح تعوض هنا اثنين، فاثنين في اثنين أربعة مثل ما تشوفون تمام. ال f نوت هاي ايش قد؟ هسه نجي على ال f نوت بالجدول اللي هي هياتها اثنين، فراح تقول اثنين، صار ثلاثة في اثنين زائد نزل أربعة في اف ون، اف ون وينها؟ خياتها أربعة، فصار أربعة في أربعة، وآخر شي ناقص اف تو، هاي الاف تو فصار سالب ثمانية. فراح أجي أقول سالب ثلاثة في اثنين سالب ستة، أجي هنا سالب ستة تمام. أربعة في أربعة زائد ستاش ناقص ثمانية، هذا جد راح يصير زائد عشرة ناقص ثمانية، فعشرة ناقص ثمانية ناقص اثنين راح يصير اثنين، هناك اكو اربعة فاثنين على اربعة ايش كده راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 0.5. فاذا طلع لي ال A1 0.5 تمام. استفدنا هاي السالفة شلون صارت. نجي على ال A1 عفوا اي 2، فهذا القانون ايضا اجي اجيب الارقام منه من هذا الجدول اعوضها هنا. فال h قلنا 2 2 في اس 2 4 4 في 2 8 تمام. ال f نوت 2 تمام، هنا 2 في f1 هو 4 ف2 في 4 8، و4
هاي 8 فسالب 8 و8 راح يختصرين يبقى الاثنين، فاثنين على 8 بتقسيم 2 تقسيم 8 راح على 0.25، فهذا طلع لي 0.25. هسا انا وجدد ال اي نوت A1 و A2، فهسا احنا ايش راح نحتاج حتى نجد باورلي؟ راح نحتاج نلقي هنايا القيم مالتنا، القيم مالتنا من الجدول من هاي المعادلات، هاي ال F نوت، هاي ال F1 وهاي F2، فأجي أعوض هذني كلهن وين؟ بالمعادلات فوق. نجي نجرب F نوت A نوت ل A نوت 2، فقبل راي يساوي 2، ف F نوت تساوي 2. خلينا نشوف إذا 2 معناه احنا نمشي صح، 2 صحيح. نجي على الأربعة نطبق هنا، فراح نقول A نوت في H في A1، أجي أكتب هنا F1 يساوي A نوت ايش قد؟ 2 زائد ال H مالتي هو 2 تمام، في ال A1 مالتي ايش قد؟ 0.5، في ال H زاد في H شو اسمه التكعيب اللي هي 4، في A2 ايش قد؟ 0.25. فأجي ألقي أشوف الحل، ويساوي 2 زائد 2 في 0.5، 2 في 0.5 ايش قد راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 1. راح اقول زائد، زين الاربعة في في 0.25 ايش قد؟ فالاربعة في 0.25 راح يطلع لي 1 تمام، فاثنين زاد 1 زاد 1 راح يساوي لي 4. فأشوف القيمة ال F1 و 4 طبعا 4 صحيح. فإذا راح أجي بقى المعادلة الأخيرة، فالمعادلة الأخيرة قبل جواها أسويها أقول يا بال A نوت التثنين زائد 2 في هنا 2، 2 في 2 4، 4 تمام 4، وال A1 0.5 زاد هذا 2 أس 2 4، 4 في 4 16 في 0.25. فأجي هنا فأقول 2 راح ينزل هنا، 2 راح ينزل زائد 4، نص الأربعة هو 2 تمام، 16 في 25 راح يطلع لي 4، ف2 زائد 2 4 زائد 4 راح يطلع لي 16، عفوا راح يطلع لي 8. فأشوف القيمة 8، أصفق روحي وأقول عاشت إيدي، فهنا اللي جتنا هاي القيم. فهسه احنا طبعا احنا مو طلعنا هاي المعادلة، هي هنا هاي حاصل الجمع مالتهم خليناه هنا، فأجي أعوض قيمة 1. راح تقول زين محمد ليش 1؟ لأنه هنا يا بابا الإكس طلعناها هنا مو 1، جبناها خليناها 1، شلون صار 2 ناقص 1 صار 1؟ هاي القيمة هنا شنو ما كانت عوضها بالمعادلة، راح يطلع لك ال F1 اللي هو ايش قد؟ 2.75، يعني هاي القيمة تمام وجدناها. فهمتوا هسه ايش قد بسيطة الشغلة؟ كلش بسيطة بس تحتاج التركيز، واحنا كلش دوخناكم كثرة الكتابة، فراح امسح حتى شنو؟ حتى نرجع فقط اوضح لكم كم شغلة لانه جدا دوختكم بالارقام. اوكي بقى طلاب، احنا اول شي سوينا وجدنا قيمة ال H تمام، وجدناها 2. اوكي قلت لك انه هذه هي هاي، وهذه هي الجواهر، هاي القيمة اللي هو بالسؤال يريدها، يقول لك عند هاي النقطة تمام، فتخليها آخر واحدة تمام. هاي القيمة شلون طلعت؟ من نقصناها من 1، زين ليش 1 بالتحديد؟ لأنه أول رقم 1، فهو يعتمد على أول رقم تمام. زين
هاي القيم شلون وجدناهن؟ وجدنا A0 و A1 و A2 وعوضناهم بالمعادلات الأعلاه ووجدناه. زي محمد، هاي شلون وجدتها؟ هاي بنطبقتها ذني، راح تطلع لي قيم القيمة هاي، راح تعوض الاكسترا واحد. ليش؟ لان هي هاي هنا واحد، هاي صارت واحد، تمام؟ فتعوض واحد حتى تجد القيمة مالتها. ولهنا خلصنا محاضرتنا هذا اليوم، ان شاء الله يا ربي قدرت اوصلكم الفكرة.